السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى لكم نهار مبروك يا ربي. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله الحريشات ديال التيشة، او ديال كنسميوها في المغرب تيشة، ولكن عندي هنا سميتو تيشة ديال الترك البرغور، هكذا اللي تاير. انا فزكتو قبل من في الماء، شوفوا كيفاش تنفخ. عندي هنا الكمية اللي غندير، غندير حريشات صغار للفطور ان شاء الله. عندي هنا قلت لكم البرغون، او يمكن لكم ديروا تشيشة، يعني تشيشة هما اللي كيسميوها البرغون. عندي هنا السميدة، الكمية اللي غندير غتجمع بها الحشة ديالي. عندي جوج معالق كبار ديال الطحين ديال الدقيق الابيض، وعندي شوية الزيت، وعندي الملحة على حسب الذوق، وعندي الزبدة 20 غرام ديال الزبدة، وعندي جوج معالق كبار ديال السكر، وعندي هنا ملعقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوي، الخميرة ديال الخبز، وعندي هنا شوية الخميرة البيكنج باودر غير شي شوية راس المعلقة. صافي دابا الاول غندير، غنجيب واحد الكاس، غندير الخميره، غنديرها مع السكر باش تفاعل ليا، حيت بحال هكا دغيا كتساعدنا في الا درتي الخبز او الا درتي شي حاجه هكذا مخمرات دغيا تتساعد ليك باش يتخمروا. غندير فيهم الماء يكون سخون، نخليها حتى تفاعل ليا، عاد غنزيدها على سميتو على الخليط اللي عندي. صافي البنات، بما الخميره ديالي شوفها راه تفاعلت مع الماء والسكر، دابا غنزيد الزبده على التشيشه ديالي، او البلبوله او البرغول كيفاش كيسميه، ونزيد الزيت والملحه، كلشي هاد العناصر حتى دير ليا الزبده. الزبده تكون ضروري تكون في حراره المطبخ باش دغيا تذوب لينا، تنسجم مع صافي البنات. دابا غنزيد، ما نزيدوش كامل، غنزيد غير شويه، مثلا غير النص، مش غنخليط، وغنزيد الدقيق، ونزيد البيكنج باودر غير راس المعلقة، غير شوية، شوفوا غير بحال هكدا راس المعلقة. صافي، ونزيد الخميرة والماء، البنات غير بهذيك الخميره والماء جمعات ليا الحشه ديالي بلا ما نزيد الماء. نخليها واحد 5 دقائق عاد غنكونها حريشه صغيره، وباغا نغطيها بواحد الزيت ونخليها واحد 5 دقائق. شوفوا البنات، صافي دابا راني كنطيب. شوفوا درت هذه المقله الثقيله، المقله ديال الوجده اللي كيسميوها، ودرت فيها 4 هكذا، هزات لي 4، وبقى لي شويه هنا، قرصتو غير بالسميده هنايا ودرتهم بحال هكذا. صافي، وغنخليهم يطيبوا حتى نكمل ان شاء الله اللي بقى عندي، وغنتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، شوفوا الحريشه ديالي كيفاش كيجيو، كيجيو بحال هكذا، تيجيو لذادين وهشاشين، تيجيو الصراحه
الفطور تيجي زويونين، يجو بحال هكذا، ترافقيهم مع العسل او سميتو زيت الزيتون او الزبده او السمن، تيجيو بحال هكذا. ونخليكم البنات حتى فيديو اخر ان شاء الله، حتى مره اخرى ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ديروا لايك وديروا اشتراك، ونخليكم يلا بسلام عليكم وصحه فطوركم، بسلام عليكم.